السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنتحدث عن الجونادال هرمونز، وهي عبارة عن السكس هرمونز التي تفرز من الأعضاء التناسلية الذكرية التستس أو الأعضاء التناسلية الأنثوية الأوفري. بداية، هي أنواع من أنواع الاستيرويدز هرمون التي تفرز من هذه الأماكن، من ضمنها مجموعة الأندروجينز، مجموعة الاستروجينز والبروجستيرونز. وهذه الهرمونات تتصف أو تتميز بأنها تحمل اللي هو الاستيرويد نيوكليس، المقصود فيها هي الكوليسترول. الآن التستس تفرز الأندروجينز والأوفري تفرز هرمونات الاستروجينز والبروجستيرون، بينما الكربس ليتيوم هو عبارة عن جسم الأصفر للبروجستيرون. نبدأ بالميل سكس هرمونز. الأندروجينز هي عبارة عن هرمونات موجودة بشكل طبيعي عند الرجال. هذه الأندروجينز هي عبارة عن ثلاث أنواع، هي التستوستيرون، أندروستين دايون، ودي هيدرو إيبي أندروستيرون اللي اختصاره DHEA. الآن عند الرجال مصدر الأندروجينز يفرز من اللايدج سيل أوف تستس، وأيضا يفرز من الأدرينال، بينما الأندروجينز عند النساء تفرز من الأدرينال والأوفري. تمام، إذا المصدر الأساسي للأندروجينز عند الرجال هو من اللايدج سيل، لكن ذكرنا سابقا في الأدرينال جلاند بتفرز نوع من أنواع الأندروجينز. تمام، فبالتالي نجد أنه الأندروجينز موجودة بتفرز من الأدرينال، فبالتالي نجدها عند الميل والفيميل. أيضا الفيميل بتفرز أندروجينز من الأوفري. بالنسبة للبيوسين سينثيسز للأندروجينز، إنه بتتكون من الكوليسترول كنواة للأندروجينز. فالكوليسترول بفعل إنزيم الديسموليز بيعمل على تحويله إلى بريبرينولون، وهي النواة اللي بتبدأ الأندروجينز تتكون منها. في عنا ملاحظات مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار. في الهيومن اللايدج سيل هي المصدر الأساسي والوحيد لإفراز التستوستيرون، وبالتالي هو يعتبر أعلى كمية وأهم كمية من الأندروجينز هو التستوستيرون. إذا ككوانتيتي يعتبر التستوستيرون هو أهم الأندروجينز من حيث الكمية التي تفرز ومن حيث الفعل اللي بيأدي. أيضا التستس بتعمل على إفراز كميات أخرى من الأندروجينز لكن بتراكيز منخفضة، زي الدي هيدرو إيبي أندروستيرون والأندروستيرون، بالإضافة إلى كميات قليلة جدا جدا من الداي هيدرو استيستيرون. بالنسبة لعملية التحكم في إنتاج الأندروجينز تحدث على عدة مستويات، فنجد أنه أول هرمون هو الليتولايزينج هرمون أو الـ LH، هو عبارة عن الفاكتورز اللي بيعمل أو الهرمون الأساسي اللي بيساعد على عملية تكوين وإفراز التستوستيرون بواسطة اللايدج سيل. أيضا الـ LH ذكرنا سابقا أنه يفرز من الـ LH تحت ريجولاتوري هرمون يفرز من الهايبوثالاموس، وهو جوناد ريليزنج هرمون. اذا ال LH يفرز من البيتيوتري جلاند تحت تاثير هرمون يفرز من الهايبوثالاموس، هو الجوناد ريليزنج هرمون او ما يسمى بال LH ريليزنج هرمون. الان ال LH بحفز خلايا اللايدج سيل انها تنتج التستوستيرون، وبالتالي التستوستيرون كتركيز يعتبر هو اشاره بتعمل على تثبيط افراز ال LH. تمام، وايضا يعمل اشاره على مستوى الهايبوثالاموس، فبالتالي بيثبط الجوناد ريليزنج هرمون. ايضا عندنا الفوليكل ستيمولاتينج هرمون او ال FSH، هو عباره عن هرمون بيساعد على اللايدج سيل انها تكون حساسه اكثر لتاثير ال LH، عن طريق انه بيزود من معدل تكوين ال LH ريسبتورز على سطح هذه الخلايا. الآن السكيم اللي مهم جدا نعرف آلية تحكم الهرمونات في عملية إنتاج الحيوانات المنوية أو ما تعرف بالسبرماتوجينيسيس. السبرماتوجينيسيس هي عبارة عن الخلايا المنتجة للسبرم، فبالتالي السبرماتوجينيسيس ينتج عنها سبرموجينيسيس. الآن الهايبوثالاموس بتفرز الجونادوليزنج هرمون الذي يؤثر على الأنتيريو بيتوتريليوب إنها تفرز الـ FSH والـ LH. بالنسبة لإفراز الـ FSH يؤثر على السيمينيفيروس تيوبيولز، وأيضا بحولها إلى سستنتيكولار سيلز اللي بيساعدها على عملية تكوين الأندروجين بايندينج بروتينز، وهي ضرورية جدا لنقل الأندروجينز
ضمن من مكان إنتاجها اللي هو المقصود في التستوستيرون إلى هذه الخلايا عشان يساعد في عملية إيصالها وتحفيزها لتكوين هذه الخلايا. أيضا بيحفز تصنيع سبرماتوجينيسيس والسبرموجينيسيس، وبالتالي هذه الخلايا أيضا تفرز الإنهيبين. الإنهيبين يعتبر نيجاتيف فيدباك على مستوى الاف اس اتش، وايضا نيجاتيف فيدباك على مستوى الهايبوثالاموس، فبالتالي بيمنع افراز الجونادريليزنج هرمون وعلى اثرها اللي هي بيمنع افراز الاف اس اتش. اما بالنسبه للال اتش الذي يفرز تحت تاثير الجونادريليزنج هرمون، بيساعد خلايا انترستيشال سيل انها تفرز التستوستيرون، فالتستوستيرون بيساعد في عمليات البناء المختلفة عن طريق أنه يتجه إلى التارجت سيل، وأيضا التستوستيرون يرجع مرة ثانية للسستنتيكولار سيلز وبحفزها إلى بناء روتيناتها الضرورية للقيام بدورها، وأيضا له تأثير على السنتر نيرفس سيستم، وله تأثير على بناء العظام والعضلات، وأيضا هو بيساعد على ظهور الصفات الجنس الثانوية للرجال. وبالتالي معدل التستوستيرون تعتبر انهيبين ونيجاتيف فيدباك على مستوى الجونادريليزنج هرمون، وبالتالي يثبط افراز الال اتش. عملية افراز الاندروجينز زي ما حكينا انها تفرز بشكل اساسي على هيئة التستوستيرون، فنجد انه حوالي من 4 الى 10 ملي جرام من التستوستيرون تفرز في الدورة الدموية عند الرجل البالغ الهيلثي، وايضا نجد انه معدل عمليه السكريشن المطلوب فيها عمليه معدل تكوين هذا الهرمون، وطبعا احنا عارفين انه معدل تكوينه هو معدل اخراجه، الا ان ليش؟ لانه هو ستيرويد هرمون، فبالتالي لا يخزن في الجسم الا بكميات ضئيله جدا 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 داخل اللايدج سيل، تقدر بتقريبا 25 مايكروغرام داخل اللايدج سيل. لكن بشكل عام هرمونات الاندروجينز او هرمونات الستيرويد هرمون لا يتم تخزينها اطلاقا، معدل تكوينها هو معدل اطلاقها. بيدور بذهننا هذا السؤال بيحكي الاندروجينز هل لها نواقل بتساعد على عملية نقلها في السيركوليشن ولا لا، وكيف تنتقل الاندروجينز؟ هل تتحرك بشكل حر في الدورة الدموية، ام تتحرك مرتبطة بالثيروغلوبين، ام بسبيسيفيك كارير بروتين، ولا مرتبطة بسبيسيفيك ريسبتور؟ الجواب حيكون انها محتاجة سبيسيفيك بروتين تساعد على عملية نقلها، وهي البروتينات خاصة بهذه الهرمونات. فنجد انه الاندروجين زيها زي باقي الهرمونات الستيرويدز تنتقل مرتبطة ببروتينات في الدورة الدموية، فنجد أن هناك نوعين من البروتينات مهمة جدا لنقل هذه الهرمونات. الألبومين يعتبر بروتين يرتبط به الاندروجينز، إلا أنه نون سبيسيفيكالي ارتباطه غير متخصص. أما البروتين المتخصص كبروتين ناقل للاندروجينز هو 6 هرمون بايندينج جلوبيونين، وله اسم آخر بناء على نوع الاندروجينز المرتبطه ونوع الستيرويدز هرمون، وهي التستوستيرون استراديول بايندينج جلوبيونين، وهذا النوع من البروتينات هو سبيسيفيك كارير بروتين يعتبر بيتا جلوبيونين. تمام، بالتالي نجد انه الاندروجينز ترتبط بسبيسيفيك بروتين هي تستوستيرون استراديول بايندينج جلوبيونين، وبالتالي طبعا عمليه الارتباط اكثر من ارتباطها بالالبومين، بمعنى انها ترتبط بشكل قوي جدا مع هذه البروتينات اكثر من ارتباطها مع الالبومين، لان ارتباطها بالالبومين نون سبيسيفيكالي. اذا الاندروجينز ايضا لها بروتينات ناقله ايضا تسمى اندروجين بايندينج بروتين، الا انه هذه البروتينات ليست مهمه في الدوره الدمويه، ولكن تكمن وظيفه هذه البروتينات بانها تساعد على نقل التستوستيرون داخل التستس من مكان انتاجه الى خلايا اخرى، عشان يساعد على عمليه تكوين البروتينات التي تخرج من السبرماتوزوا من الخلايا المنتجة للسبيرم، وتساعد أيضا على تكوين البروتينات اللي بتساعد في تكوين الخلايا المنتجة للسبيرم.
نتحدث عن البيولوجيكالي اكتيفيتي لهذه الهرمونات، فنجد انه تحت الوضع الطبيعي او الظروف الطبيعيه نجد من 1 الى 3% من التستوستيرون تتحرك بشكل حر في الدوره الدمويه، الا انه وهذا بنطلق عليها فري تستوستيرون لانها تتحرك غير مرتبطه مع بروتينات، بينما 10% بيكون مرتبط مع تستوستيرون استراديول بايندينج جلوبيولين، تمام، والمتبقي بيكون بيرتبط مع الألبومين. إذا اللي يتحرك بشكل حر اللي بنسميه فري اكشن هو من 1 إلى 3% نطلق عليه اسم فري تستوستيرون، هو يعتبر البيولوجيكالي اكتيف هرمون، هو يعتبر البيولوجيكالي اكتيف هرمون، وبكون في إيكوليبريم ما بينه وما بين البروتين بايندينج فراكشن مع الجزء المرتبط بالبروتينات. الآن بالنسبة للمعدلات الطبيعية نجد عند الرجال حوالي 35 من 100 نانو مول للتر، نجدها عند الأولاد ما قبل البلوغ بري بوبرتال بويز، بينما يرتفع هذا المعدل إلى أن يصل إلى 10 إلى 30 نانو مول عند الرجال البالغين الطبيعيين، تمام. فلنجد أن البلازما كونسنتريشن من الداي هيدرو الهيدرو تستوستيرون يعتبر حوالي 1/10 من التستوستيرون، إذا هو بيوجد بتركيز عشر تركيز التستوستيرون. فنجد أنه عند النساء أيضا هناك تركيز من التستوستيرون حوالي من 0.5 إلى 2.5 نانو مول عند النساء. الاسترويد هرمون زيها من ضمنها الأندروجينز، ما هي آلية عمل الأندروجينز كنوع من أنواع الستيرويد؟ هل انها بتعمل عملية انتراكشن مع سيرفيس ريسبتور مع سيل سيرفيس ريسبتور، او انها بتزود معدل السايكليك ام بي، ولا بترتبط مع ريسبتورز تعتبر جي بروتين ميدييتد ريسبتور وبتبدا الاكشن بالسكند ماسنجر، ولا ترتبط مع انتراكشن مع سيتوبلازميك او نيوكلير ريسبتور؟ الإجابة الحقيقية هي إنها بترتبط مع سبيسيفيك ريسبتورز موجودة في السيتوسول أو السيتوبلازم وموجودة في النواة. ما هو المود أوف أكشن؟ فعلياً إن هناك ريسبتورز بروتين ضرورية جداً إنه يرتبط فيها هذا الهرمون. هناك نوعين من هذه الريسبتورز، هذه الريسبتورز بتكون موجودة في السيتوسول والنيوكلير. فهي الريسبتور ترتبط مع نوعين من الاندروجينز، هي التستوستيرون والداي هيدرو تستوستيرون، تمام. وبتبدا الان بمجرد ما ترتبط مع الريسبتورز هذه في التارجت سيل بيبدا الاكشن. بالنسبه للتارجت سيل بتحتوي التارجت سيل على هرمون، هذا الهرمون يسمى 5 الفا ريدكتيز. هذا الانزيم بيساعد على عمليه تحويل التستوستيرون الى 5 ألفا داي هيدرو تستوستيرون، وبيتطلب في هذه العملية النادي بي اتش، تمام. فإذا عملية ريدكشن تحدث للتستوستيرون إلى 5 ألفا داي هيدرو تستوستيرون تحت تأثير ال 5 ألفا ريدكتيز في وجود النادي بي اتش. فنجد أنه التستوستيرون والداي هيدرو تستوستيرون يرتبط بنفس الأفينيتي مع الريسبتورز اللي تعتبر سيتوسول ريسبتورز ونوكلير ريسبتورز بنفس الأفينيتي وبأفينيتي عالية جدا. إذا الاستيرويد هرمون اكشن تبدا بانه بدايه الهرمون بيكون ينتقل بشكل مرتبط مع البروتين ناقل في الدوره الدمويه، بيبدا الاستيرويد هرمون ينفك عن هذا البروتين ويدخل الى داخل الخليه عن طريق الميمبرين، بتكون من فوسفوليبيد، بيبدا يرتبط بريسبتورز موجوده في السيتوبلازم، وبصير سيتوبلازم ريسبتورز هرمون كومبلكس، بيبدأ هذا الكومبلكس يدخل داخل النواة وبيرتبط مع ريجولاتوري إليمنتس موجودة على جينات محددة، وبيبدأ عملية إكسبريشن لدي إن إيه، بيحوله إلى مسنجر آر إن إيه، يغادر مسنجر آر إن إيه من النواة إلى الريبوزوم، بيبدأ عملية ترانزليشن وبيتكون بروتين جديد، تمام. فممكن يكون لها الاستيرويد هرمون هذه مستقبلاتها، ممكن تكون مستقبلتها في النواه مباشره، فبتدخل الكره الدمويه الى الخليه، وبيبدا الان عن طريق الميمبرين ترتبط بالريسبتورز الخاصه لها داخل النواه، وبيبدا انه يصير اللي هو هرمون ريسبتور كومبلكس، وبنفس الاليه بيحفز جين اكسبريشن
والدي ان ايه بتحول الماسنجر، يغادر الماسنجر ار ان ايه من النواه الى الريبوزوم، بيبدا عمليه تكوين بروتين جديد. الا انه في بعض الانواع من الستيرويد هرمون ترتبط ب ميمبرين ريسبتور، وبالتالي بيحفز السكند ماسنجر وبيبدا عمليه الريسبونس لها بشكل سريع. لكن هنا نماذج قليله جدا من الستيرويد هرمون لها سيل سيرفيس ريسبتور. ما هو الميكانيزم اوف اكشن للتستوستيرون؟ الان تحت تاثير عن طريق اللي هو الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، بيبدا هذا الهرمون يحفز البيتيوتري جلاند انها تنتج ال اتش، وبالتالي بيبدا عمليه انتاج ال اتش بيحفز التستس انها تنتج تستوستيرون. التستوستيرون الان له مستقبلات في التارجت سيل، وهذه المستقبلات اما انها تكون في السيتوسول او في النواه مباشره، لكن هذه الخلايا التارجت سيل لها انزيم هو 5 الفا ريدكتيز اللي بيعمل عمليه ريدكشن للتستوستيرون الى داي هيدرو تستوستيرون. فالان سواء كان تستوستيرون او داي هيدرو تستوستيرون الا انهم لهم نفس الافينيتي، وبافينيتي عاليه وقويه جدا انها ترتبط مع هذه الريسبتور سواء كانت في السيتوسول او في النواه، فبيحدث عمليه ارتباط الهرمون بالريسبتورز الخاص فيه، ويبدا عمليه اللي هو الجين اكسبريشن. الان بيحدث انه بيبدا عمليه سبرماتوجينيسيس، بيبدا عمليه اللي هو التمايز الجنسي لهذا الشخص، بيعمل عمليه ديفرنشيشن لولفيان دكت، وهي عباره عن ضغط في موجوده كبريميتيف كيدني، هي بدايات تكوين الكيدني اثناء تطور الجنين، وايضا بيساعد على عمليه الاكسترنال فيريلايزيشن اللي هي عمليه نمو الشعر في الاعضاء الخارجيه، بالاضافه انه بحفز عمليات بناء العضلات. ما هو البيولوجيكال اكشن للاندروجينز؟ بداية الاندروجينز بتعمل عملية ريجوليشن وديفرنشيشن. الان ما هو البيولوجيكال اكشن للاندروجينز؟ البيولوجيكال اكشنز للاندروجين فعليا هي بتعمل عملية تنظيم لعملية تمايز الصفات المظهرية وتطور الصفات المظهرية للجنين الذكر اثناء وجوده وهو في رحم الام. شغلة ثانية انه بيعمل عملية تطوير وتعديل لصفات الجنس الثانوية للرجل أثناء فترة البلوغ. أيضا بيساعد عملية تكوين السبرماتوجينيسيس، تكوين السبرم وتكوين اللي هو السائل المنوي. أيضا له تأثير عام وباني على العضلات والعظام عند الرجل، فبالتالي هو له تأثير أنابوليك إفكت وجروث بروموتينج إفكت، يؤثر على البيهيفير على السلوك، وايضا بيساعد على عمليه ريجوليشن للجونادوتروبين سيكريشن. اذا الاندروجينز افرازها بيعمل عمليه تنظيم لمعدل افراز الجونادو ريليزنج هرمون. الان السؤال بيحكي ليش النساء اقل كتله عضليه من الرجال؟ فالرجال دائما المصل ماس عندهم اكثر كتله، هذا راجع الى الميتابوليك رول للاندروجينز. فنجد انه التستوستيرون والداي هيدرو تستوستيرون لهم انابوليك جروث وبروموتينج جروث على بروتين انابوليك، ولهم جروث بروموتينج هرمون، يعني لهم تاثير عبياني كانه جروث هرمون. تمام. بالنسبة للأندروجينز له تأثير على البروتين ميتابوليزم، فبالتالي نجد أنه له ميتابوليك إفكت على البروتين، يبدأ بأنه بيقلل من عملية خروج اللي هو اليوريا نيتروجين عن طريق اليورين، مع عدم زيادة اللي هو اليوريا نيتروجين في الدورة الدموية. الشغلة الثانية أنه له تأثير على الكيراتين ميتابوليزم، فنجد انه الاندروجينز بيزود من عمليه الابتيك والاستوريج للكيراتين من المصل، وبيقلل من عمليه اخراج الكيراتين عبر اليوريني عبر اليورينري تراكت. ولكن عند النساء نجد انه معدل اخراج الكيراتين بيكون عالي، خاصه في فتره البريجنانسي، في فتره الانفانت اللي هو مرحله الطفوله، واللي هو عند الرجال اللي بيعانوا من خلل في الجوناد، فبنسميهم هايبوجوناديزم. تمام. الا انه عمليه الاخراج عند الرجال الهيلثي ميل، نجد عمليه اخراج للكيراتين بتكون قليله
جدا عند النورمال ادلت مين. تمام. ايضا الاندروجينز بيعمل على زياده البودي ويت عن طريق انه بيزود من السكيليتال ماسل. تمام. وايضا بيزود من السكيليتال ماسل، بيزود من عمليه بناء العضلات الهيكليه، وهذا اللي بيخلي ان هناك ماسل ماس عند الرجال اكثر، وايضا بيزيد من وزنهم. ايضا للاندروجينز له قدره على البروتين سينثيسز، له تاثير على عمليه بناء البروتينات. فنجد انه الاندروجينز بتحفز بناء البروتينات عند الرجال، خاصه في الاكسسوري جلانز اللي هي في الغدد، في الغدد الملاحق الغدد، او بنسميها اللي بتدعم الصفات الذكريه. تمام. عن طريق انها بتزود الار ان اي والار ان اي بوليميريز في النيوكليوس، وتزود من عمليه تكوين الامينو اسايل ترانسفيرز على مستوى الريبوزوم. ايضا الاندروجينز بتعمل على مستوى الميتوكوندريا، بحيث انها بتزود من نشاطها، فبتزود من الريسبيراتوري ريت، بتزود من معدل تكوين الميتوكوندريا، فبصير عندنا زياده في عدد الميتوكوندريا ايضا، وبتساعد في عمليه تكوين الميتوكوندريال ميمبرين. ايضا له نشاط على الكربوهيدرات، فنجد انه الاندروجينز بتزود من عمليه تكوين الفركتوز في الحويصلات المنويه، وتساعد على الكربوهيدرات ميتابوليزم. الاندروجينز له تاثير على الكربوهيدرات بحيث انه يزود من معدل تكوين الفركتوز في الحويصلات المنويه، ويساعد على عمليه استخدام الفركتوز كمصدر للطاقه في السائل المنوي، وايضا تساعد على عمليه، طبعا هذه العمليه عن طريق زياده نشاط انزيم الالدوز ريدكتيز والكيتو ريدكتيز. ايضا الاندروجينز له قدره على بناء السكيليتال بونز، فبالتالي نجد انه في مرحله النمو نجد انه يحفز النمو بفعل الاندروجينز، فبيزود من معدل تكوين البون ماتريكس والسكيليتال بون لينث، بيزود من طول بناء الطولي للسكيليتال بونز. والاندروجينز ايضا بيحفز بناء البونز ما قبل تسكير اللي هو ايبيفيسز كارتلج. ايبيفيسز كارتلج هي عباره عن الكارتلج الموجود في نهايات العظام الطويله، فهذا بيحدث ما قبل تسكيرها، ما قبل انها يصير انها غير قادره على النمو. هذا بيحدث عند اللي هو مرحله النمو والبناء عند الميلز. تمام. فنجد انه عند سن 16 سنه بصير في عندهم زياده في الطول بشكل ملحوظه جدا، هذه الفتره بيكون قبل تسكير الايبيفيسز كارتليج. ايضا له تاثير على الكليه، فبنسميه رينوتروبيك اكشن. فالاندروجين بيزود من حجم ووزن الكليه، فبالتالي بنطلق عليه رينوتروبيك اكشن. ايضا له تاثير على المينرالز، بنجد انه الاندروجينز بتعمل تقليل لعمليه اخراج الصوديوم والكلور والبوتاسيوم والكبريتات والفوسفات من الكليه من غير ما يزود تركيزهم في البلازما، في بلازما الدم. وهذا راجع الى انه ممكن بعض الانسجه بتحتاج هذه المينرالز، وبالتالي بتحتاجها في عمليه اللي هو بناء البروتينات وتكوين الانسجه المختلفه، لذلك لا يحدث زياده في معدل هذه المينرالز في الدوره الدمويه. ما هي نهايه الاندروجينز؟ الاندروجينز بتتحول الى Active Metabolite، وهي تقريبا نسبتها 10%، وهي Active Metabolite هي Dihydro Testosterone والإستراديول، وبتتحول إلى Inactive أو Weakly Active Excretory Metabolite، وهي حوالي 90%. إذا بتتحول الأندروجينز إلى Active Metabolite وهي بتقدر 10% متمثلة بالDihydro تستوستيرون والاستراديول، و90% اما انها تكون انكتيف او نشاطها ضعيف جدا واكسكريتوري ميتابولايت، وهذه بتخرج من الجسم وهي تشكل 90%. الان عمليه الكونفرجن الى بيولوجيكالي اكتيف هرمونز اللي هي الاستراديول والدايهيدرو تستوستيرون تحدث كالتالي، انه الاستروجين استراديول
يوجد بيتكون عن طريق عمليه الاروماتيزيشن للايرنج الموجوده في التستوستيرون. اذا التستوستيرون بيتحول الى استروجين استراديول عن طريق عمليه الاروماتيزيشن الى الايرنج الموجوده في التستوستيرون الموجوده طبعا في البيريفيرال تيشو زي اللي في موجوده في الاديبوز تيشو. حوالي 2 من 100 ملي جرام يوميا عند الرجال بتكونوا على هيئه استراديول اللي هي تحويل التستوستيرون الى استراديول عند الرجال. تمام، هذا الاستروجين له نشاط مدعم للتستوستيرون. تمام، فهو يعتبر انتاجونايزد للتستوستيرون. هذا الاستروجين له اكشنز واللي بيعتبر مدعم وبنفس الوقت بيعتبر انتاجونايز للتستوستيرون. تمام، اذا هو مدعم في بعض الاحيان بيدعم نشاط التستوستيرون وبيعاكسه في بعض نشاط. كميه بسيطه جدا من الاستراديول والداي هيدرو تستوستيرون بيحدث لها عمليه سيكريتد دايركتلي بواسطه التستس. اذا كميه بسيطه جدا من الاسترادايول اللي والداي هيدرو تستوستيرون تفرز من التستس تمام بشكل مباشر. عمليه الكونفرجن ده ميتابولايت ان اكتيفيتي برودكت يحدث في الليفر، وهي بتحدث عن طريق عمليه بنسميها ترانسفورميشن اوف اندروجينز. اذا في الليفر هناك اربع انواع من التفاعلات تحدث للاندروجينز. اول ثلاث تفاعلات هي عباره عن عمليه تلزم فيها الناد او الناد بي انزيم سيستم ريكوير انزيم سيستم، يعني اول ثلاث تفاعلات بتحتاج الانزيمات اللي بتعتمد في نشاطها على الناد او الناد بي. تمام، باقي الميتابولايت ترانسفورميشن اللي بتنتج من الاندروجينز اللي بتحدث في الليفر وايضا تحدث في بعض الانسجه الاخرى زي اللي هو الادرينال جلاند والتستس والبروستيت. هذا الترانسفورميشنز برودكت تحدث بينها محتاجه عمليات مختلفه زي ريدكتيشن هيدروكسيليشن وكونجوجيشن. فاللي بيحدث انه المواد اللي بتنتج من عمليه الكونجوجيشن بنسميها كونجوجيت، بيحدث لها عمليه اكسكريشن بواسطه البايل واليوري. اذا نهايه الاندروجينز بعد ما يحدث لها عمليه ميتابوليزم في الجسم تخرج عن طريق العصاره الصفراويه وعن طريق البول لانها تعتبر ووتر سوليبل، ولكن غالبيتها بتكون بيولوجيكالي ان اكتف. تمام، يعطيكم العافيه.